صار وقت النشامة، وقت كل واحد معدن أصيل على قد المسؤولية، وإحنا قدها. الأردن والأردنيين مسؤوليتنا جميعاً، الشرطي والجندي، الكادر الطبي والتمريضي، وكل واحد فينا. الشركات، المصانع، كل منشأة وكل مواطن، واجب الأردن علينا. الجهد المطلوب اليوم هو التفكير خارج الصندوق بحلول إبداعية لنتمكن من مواجهة الجائحة القادمة بطريقة أفضل، ونتمكن من مواجهة الظروف لا سمح الله الكوارث الطبيعية بطريقة أفضل. وهذا الأمال في مثل هذه الأمور كلها معقودة على شبابنا الذين يستطيعون أن يقدموا الحلول ويقدموا الأفكار الريادية والابتكارية لكي تخدم هذه المجتمعات. كمية الأفكار اللي عم تطلع هاي الأيام والحلول اللي عم نلاقيها بظل الأزمة بيكبر القلب، وفعليا هي فرصة كبيرة لبلد صغير زي الأردن يلاقي حلول للكون. التكنولوجيا فعليا تسمح لنا نوسع طريقة تفكيرنا، نوسع الحلول اللي كنا محددين حالنا فيها قبل الأزمة، ونشوف وين ممكن يكون في احتمالات للنمو باقتصادنا وبشغلنا. فعليا هاي الأزمة عم تلاقي لنا يعني فرص لنتمرن عن جد على الاعتماد بالذات. صار سنين نحكي على الاعتماد على الذات بالذات على الذات، بس شكله ما بزبطش الموضوع بالنوايا الحسنة. لازم يكون في realization، في استحقاق. فعليا لازم نسكر حدودنا ونجرب كيف فعليا نقدر نعتمد على الذات. وبوجود ناس مثلكم بهيك أيام فعليا صار ممكن ومتاح، وفعليا مش خيار، هو الواقع اليوم. إحنا عم نبني مستقبلنا بهمتكم وبوجود ناس مثلكم.